الشورى اللي بعد كده هو اسم كبير أيضا وعظيم في تاريخ الكرة المصرية، الكابتن الكبير كابتن محمود الجوهري رحمة الله عليه. كابتن جوهري طبعا حاجة أسطورة كلاعب، واحد من اللعيبة المؤثرين جدا في النادي الأهلي ومنتخب مصر في الخمسينات، نهاية الخمسينات. أنا ما شفتوش كتير بيلعب طبعا، يعني كنت صغير يعني، لكن أنا عاصرته مدربا في كل مراحله وكان أصدقاء شخصيين يعني، كنا وكانت أنتقد ساعات طريقته في اللعب والدفاع مش عارف إيه، لكنهم ما كانش يقعد يتكلم، كنت بحب أتكلم معه في الكورة أتعلم منه كل ما هو جديد. واحد من الناس اللي طوروا الكرة المصرية، وخصوصا تحركات أو الأداء الهجومي للظاهرين، يعني عمل ده مع الأهلي وعمل ده مع الزمالك لما راح درب الزمالك.